السلام عليكم سينيور 2، معاكم مسز أسماء عبد الحميد، وانتوا بتشوفوا قناة بيولوجي وذ أسماء. حل معاك النهاردة أسئلة المعاشر على السيلولر ريسبريشن أو التنفس الخلوي. طبعا اتعلمنا قبل ما نحل لازم تكون شفت شرح الليسون بالتفصيل. هسيب لك لينك الفيديو بتاع الشرح في الديسكريبشن، أو ممكن تتفرج عليه مباشرة من قائمة التشغيل الخاصة بشرح سينيور 2 في القناة. تعالى نبتدي أول سؤال. When the bond X is broken, what is produced? Energy, ATP, water, or carbon dioxide? شكل اللي قدامك ده ATP or adenine triphosphate. بقول triphosphate لأنه بيتكون من 1, 2, and 3 phosphate group. البارت اللي متخصص انه storing يخزن energy البارت ده، أو تحديداً البارت X. لما بيحصل breaking down energy is released، بتخرج الانرجي، وقلنا حوالي من 7 ل 12 كالوري بير مول، والاي تي بي بعد ما بتتكسر البوند اكس دي وبتخرج الانرجي بيرجع تاني ادينوسين داي فوسفيت. بقول داي زي ما انت شايف فيه 2 فوسفيت جروب بس، لاننا كسرنا البوند دي. تعال نجاوب، يبقى لما نكسر البوند اكس انرجي از ريليست. نمبر 2 بيسالني وات از which part is specialized in storing energy؟ البارت المتخصص انه يخزن energy البارت X طبعا. ATP molecules represent the energy currency in the cell because they، يعني بيقول لي ان ATP بنقول عليه عملة الطاقة، ما فيش أي vital process بتحصل في جسمنا من غير ما نستخدم ATP. ATP هو السورس أو المولوكيول اللي بناخد منه الطاقة علشان نعمل كل vital processes في جسمنا، وده لأن ATP transfer the energy easily to perform the function of the cell. الـ ATP سهل جدا انه يدخل جوه السل، ولما بيدخل بتتكسر البوند دي بسهولة، وبتخرج الانرجي اللي قلنا عليها من 7 ل 12 كالوري بير مول ده بسهولة وبسرعة، وبيتحول الـ ATP لـ ADP علشان يدور على انرجي تاني ويتحول تاني لـ ATP and so on. The structure of ATP molecule differs from the structure of ADP molecules in the، ده ال ATP زي ما تعلمنا، وده ال ADP بعد ما أخذنا منه ال energy اللي قلنا عليها. يا ترى هما differ مختلفين عن بعض في إيه؟ type of sugars؟ لا، نفس نوع ال sugar، هنا pentose sugar وهنا pentose sugar، يعني سكر خماسي في 5 carbon atoms. type of nitrogenous base؟ لا، هي nitrogenous base الأدينين، وهي هي الأدينين في ال ADP. number of carbon atoms؟ لا، الكربون اتومز ثابت، لان الكربون اتومز هي بتخص الشوجر، واحنا عندنا نفس نوع الشوجرز، هنا سكر خماسي بنتوز وهنا سكر خماسي، وبالتالي هي the same number of carbon atoms، لكن طبعا مختلفين in number of phosphate groups. هنا بنشوف 3 phosphate group في ال ATP وهنا 2 phosphate groups في ال ADP او الادينوسين ديفوسفيت. number 4، which of the following compounds loses phosphate groups during glycolysis؟ وقت الglycolysis، دي مرحلة الglycolysis. تعالوا نشوف الستبس، يعني مثلا الجلوكوز هنا اتحول لجلوكوز 6 فوسفيت، وهنا استهلكنا ATP علشان ناخد فوسفيت جروب، معناها ان جلوكوز 6 فوسفيت هنا اكتسب او اخد او جين فوسفيت جروب، مش لوز، مش فقط فوسفيت جروب، فطبعا مش هياخد الجلوكوز 6 فوسفيت. هنا جلوكوز 6 فوسفيت اتحول لفراكتوز 6 فوسفيت، والجلوكوز والفراكتوز وجهين لعملة واحدة، لا هنا طبعا كمان اخد الفراكتوز 6 فوسفيت، اخد فوسفيت جروب، يعني مش لوز. هو بيسألني على الكمباوند اللي لوز، اللي فقد فوسفيت جروب. طيب
بعدين الفركتوز 6 فوسفيت converts اتحول لفركتوز 1 and 6 داي فوسفيت يعني جين اكتسب كمان فوسفيت جروب مش لوز مش فقط طبعا مش الكومباوند ده طبعا الفوسفوجليسرالدهايد هو اللي لوز فقد فوسفيت جروبس تعالوا نشوف لما الفوسفوجليسرالدهايد converts او oxidized اتاكسد لتو بايرافيك اسيد شايف هنا البرودكت الموضوع ده producing 4 ATP وعلشان يتكون الـ ATP molecules كان محتاج أو combines اتحد مع الفوسفيت groups اللي فقدها الفوسفوجليسرالدهايد لما اتحول لبيرافيك أسيد. Number 5 Actual splitting during glycolysis oxidation occurs to بيحصل splitting يعني انشطار مين الكومباوندز هنا في الجلايكولايسيس اللي حصل له انشطار او اتقسم انا هختار الفركتوز 6 فوسفيت انت شايف هنا الفركتوز 6 فوسفيت كومباوند containing 6 carbon atom بعدين converts اتحول ل 2 فوسفوجليسرالدهايد يعني هو كومباوند واحد اتقسم نصين علشان to produce يطلع لنا اتنين molecules او اتنين compounds اسمهم 2 phosphoglyceraldehyde وكل molecule زي ما انت شايف containing 3 carbon atom يعني الفركتوز 1 and 6 diphosphate ال containing بيحتوي 6 carbon atom اتقسم نصين وداني اتنين molecules من الphosphoglyceraldehyde كل واحد containing 3 carbon atoms يعني الفركتوز 1 6 diphosphate هو اللي حصل له splitting او انشطار Which of the following processes is the source of energy in all living organisms? المصدر الأساسي للإنرجي في كل الكائنات الحية A. Formation of ATP in plant cell Photosynthesis process Formation of ATP molecules in animal cell Formation of ATP molecules in the plant cell and animal cell طبعا الـ source of energy in all living organism هي الفوتوسينثيسيس process في الجرين بلانتس لان by photosynthesis process glucose is produced ده بينتج الجلوكوز واحنا اتعلمنا ان الجلوكوز ده used by majority of living organism in to obtain energy معظم الكائنات الحيه بتستخدم الجلوكوز علشان تكسره وتحصل على الطاقه Photosynthesis process هي اللي producing بتطلع لنا الجلوكوز فهيدخل في السل زي ما اتعلمنا يحصل breaking down the bonds تتكسر الروابط release الانرجي الانرجي اللي stored في ال ATP molecule زي ما اتعلمنا يعني السورس الاساسي مش ال ATP هو الجلوكوز او الفوتوسينثيسيس process اللي producing الجلوكوز او الشوجرز اللي هتتحلل بعد كده release ال The energy produced from glycolysis in the cytosol is stored مخزنة في أو بتتخزن in ATP FAD NAD H H of ATP and FAD طبعا احنا تعلمنا ان ال energy stored أو ال released energy بتتخزن in ATP طيب تعالوا نبص هنا في السيتوسول البرودكت النواتج النواتج كان ATP مش 4 أنا هقول هنا ATP لأنك فقدت 2 ATP في الأول فالبرودكت 2 ATP plus 2 NAD H الانرجي stored بتتخزن في الATP طيب الناد H هنا أو الناد بيعمل إيه الناد هنا هيدروجين كارير بيشيل الهيدروجين atoms اللي المفروض carrying شايلة high energy electrons electrons عالية جدا في الطاقة في الستبس اللي بعد كده في الالكترون ترانسبورت هنستخلص الانرجي ونعبيها او package it في ATP molecules يعني الناد هنا مش بيخزن energy ولا حاجة هو الفكرة انه بيحافظ بس او بيشيل الهيدروجين علشان في الستبس اللي جاية ناخد الانرجي اللي موجودة على الالكترونز دي ونعبيها في ATP molecules Number of ATP molecules that resulted indirectly اللي خرجت بشكل غير مباشر indirectly from conversion a molecule of a pyrophic acid into acetyl group
شوف هنا 2 مولكيول من البيروفيك أسيد converted اتحولوا ل 2 acetyl group وده producing طلع لنا 2 NAD each. يعني 1 مولكيول من البيروفيك لما converted هيتحول ل acetyl group ده producing هيطلع لك NAD each. وده بشكل غير مباشر indirectly بعد كده في الالكترون ترانسبورت زي ما تعلمنا الـ high energy electrons اللي موجودة على الهيدروجين converted هتتحول لـ ATP molecules أو هنعبيها أو هنخزنها في ATP molecule و 2 NAD H NAD H molecule واحد ده producing 3 ATP. يعني في المرحلة دي أو في الستيب دي producing هيطلع لنا 3 ATP بشكل غير مباشر. يعني ما طلعش هنا الـ ATP بشكل مباشر. يعني بص هنا في الـ Krebs cycle الـ ATP طلع بشكل directly لكن هنا الـ ATP هتطلع من الـ NAD H بشكل indirectly في الـ electron transport بعد كده. فالمفروض المرحلة دي producing 1 pyrophic acid واحد لما هيتحول لأسيتايل جروب واحدة هيطلع لك مولوكيول من الناد اتش والناد اتش ده بعد كده في الالكترون ترانسبورت producing هيطلع لك 3 ATP 3 ATP. علشان كده بنقول انه بشكل indirectly بشكل غير مباشر لان ده هيحصل مش في الستاب دي في الالكترون. The number of NAD H compounds that resulted from two cycles of citric acid. Citric acid هنا بيقصد بيها الـ Krebs cycle بنسميها citric acid لأنها starting by citric acid و ending by citric acid فبنسميها citric acid cycle. طيب هو بيسألني number of NAD H compounds NAD H في الـ citric acid أو في الـ cycle في citric acid cycle الواحدة producing 1, 2 and 3 NAD H يبقى في 2 citric acid producing fatty acids enter in the cellular respiration in the form of في شكل 1 carbon atom 2 carbon atoms 3 or 4. تعالوا نفهم البيروفيك acid اللي طبعا produced من oxidation الجلوكوز بيتحول لأسيتايل جروب كل أسيتايل containing 2 carbon atom. هفترض معاك ان الجلوكوز مش موجود في جسمنا الجسم هياخد الانرجي من الفاتس الفاتس لازم يحصل لها هيدروليسيس الاول لفاتي اسيد والفاتي اسيد كونفرتس تتحول لاسيتايل جروب. يعني ممكن الاسيتايل جروب تيجي من الجلوكوز تيجي من الفاتس تيجي من البروتين. يعني بمعنى هنا الفاتس هتخش كريبس سايكل او سيتريك سايكل في شكل الاسيتايل جروب او مولكيول كونتيننج 2 كاربون اتمز. نفس الكلام على البروتين. يعني الأسيتايل جروب دي ممكن produced من الجلوكوز ممكن produced من الفاتس ممكن produced من البروتينز بس طبعا الأولوية هنا بتكون لل during glycolysis of 4 molecule of glucose can ATP molecules well produced. لو بصينا على الglycolysis انت بتشوف أو البرودكشن نواتج الجلايكولوزيس أنت بتشوف هنا 4 ATP بس في الحقيقة البرودكت هما 2 ATP only. ليه؟ لأنك فقط 2 ATP في الأول. طيب أنت هنا producing 2 ATP في حالة glycolysis 1 glucose molecule لكن في حالة glycolysis 4 glucose molecule ده producing 8 ATP. The amount of ATP that resulted directly from complete oxidation of 2 glucose molecules during Krebs cycle inside the mitochondria is انت عندك اتعلمت ان oxidation 1 glucose molecule ده producing 2 Krebs cycle ولو بصيت على كل Krebs cycle بتشوف 1 ATP molecule produced directly بشكل مباشر. اوكي يعني 1 glucose molecule بيطلع لك 2 ATP في كل Krebs cycle بشكل directly. بص ده شكله directly مباشر انت شايف الـ ATP. يعني 2 glucose molecule during Krebs cycle هيطلع لك 4 ATP. The oxidation of 1 glucose molecule in the presence of oxygen
during aerobic respiration produces chem-ATP in the cytoplasm of the cell. هنا بيقول لك aerobic respiration فانت على طول هتختار 38 ATP molecules وده غلط طبعا لان هو بيحدد لك بيقول لك اللي بتحصل في السيتوبلازم الستيب اللي بتحصل في السيتوبلازم هي الجلايكوليسيس لكن الستيبس الثانيه الكترون ترانسبورت والكريبس سايكل دي بتحصل في الميتوكوندريا يبقى هنا بيقصد بس الجلايكوليسيس ما دام بيقول في السيتوبلازم طيب في الجلايكوليسيس بيطلع لنا كام اي تي بي بيطلع لنا 2 اي تي بي مش 4 اي تي بي لانك فقط 2 اي تي بي في الاول فهقول هنا في الايروبيك ريسبيريشن اللي بيحصل في السيتوبلازم 1 جلوكوز مولكيول producing 2 مولكيولز اوف ATP molecules are produced in all the following except ATP بينتج في كل البروسيس دي ما عدا Krebs cycle, light reaction in grana, glycolysis, dark reactions in stroma. أنا هختار dark reaction in stroma يعني عايز أقول لكم إن ATP produced في كل البروسيس دي ما عدا dark reaction اللي بيحصل في الستروما. Lead هنا الكريبس سايكل زي ما انت شايف produces طلعنا ATP بشكل directly كمان في الجلايكوليسيس طلع ATP بشكل directly كمان ده light reaction اللي بيحصل في الجرانا في الفوتوسينثيسيس process شفت كمان ATP produced بشكل directly يعني ATP produced بشكل مباشر في كل الـ process دي ما عدا الـ dark reaction اللي بيحصل في الستروما بالعكس في الـ dark reaction احنا بنستخدم الـ ATP وبنستخدم الـ hydrogen ده كمان علشان نعمل reduction للكربون dioxide ونكون الـ sugars the oxidation of glucose in the case of aerobic respiration or cellular respiration occurs through combination of glucose with oxygen لا بدليل هنا انت ما شفتش في Krebs cycle oxygen خالص ولا في الglycolysis شفنا الoxygen لكن الoxidation بيحصل by losing electrons from glucose وده المودرن ديفينيشن اوف اوكسيديشن معنى جديد للاكسيديشن والاكسيديشن هنا احنا لما بنكسر البونز بين الجلوكوز بيحصل ريليزنج للهيدروجين الهيدروجين اللي بيخرج مثلا من الكيتوغلوتاريك للساكسينيك اسيد الاكسيديشن هنا بيحصل ازاي لما بتتكسر البونز بيحصل ريليزنج للهيدروجين زي ما انت شايف اللي كارد او ريسيف بيستقبله ريسيفد باي ناد بيستقبله الكوانزايم ناد اللي وظيفته انه بيشيل الهيدروجين ويحافظ عليه لان الهيدروجين ده كارينج هاي انرجي الكترونز الكترونز عاليه جدا وده معناه اكسيديشن oxidation by losing electrons اللي موجودة على الهيدروجين اللي بيشيلها الكوانزايم NAD or FAD فالoxidation هنا بتحصل by losing electrons in the absence of oxygen في غياب الoxygen يعني احنا مش محتاجين هنا oxygen عشان يحصل oxidation لا بتحصل by losing of if it is possible to stop the reaction of Krebs cycle at the formation of succinic acid جينا عند الساكسينيك أسيد هنا ووقفنا reaction the number of ATP molecules that resulted indirectly يبقى أنا هدور indirectly يبقى أنا هدور على الناد والفاد لأن دول الكومباوندز بعد كده اللي بيطلعوا ATP في الالكترون ترانسبورت يعني بيطلعوا بشكل غير مباشر From one molecule of pyrophic acid, molecule واحد من pyrophic acid. طيب تعالوا نشوف هنا two molecule من pyrophic acid oxidized the two acetyl groups وده resulting بينتج عنه two NAD H. بس هو بيقول one molecule من pyrophic acid. فأنا هنا هاخد NAD H واحدة. أوكي أخدت one NAD H من هنا. بعدين acetyl group combines مع الكوانزايم A فبتدخل الكريبس cycle بعدين الكوانزايم A released بعد كده resulting citric acid من citric acid لكيتوغلوتاريك ده resulting NAD H واحدة من كيتوغلوتاريك لساكسينيك ده NAD H واحدة
طبعا انا هنا في كريبس سايكل واحده، انا هنا one pyruvic acid one acetyl group one Krebs cycle، هنا ناد اتش واحده اوكي، وهنا كمان ناد اتش، يبقى انا عندي انا عندي 1 ناد اتش هنا و2 ناد اتش و3 كده عندي 3 ناد اتش، وكل ناد اتش producing 3 ATP يعني 9 ATP molecules produced بشكل indirectly. في السؤال هنا بيسألني مين L مين Z Y and X. طيب الشكل اللي قدامي ده diagram representing بيوضح قدامك ال cellular respiration أو مراحل ال cellular respiration. دي ال glycolysis process زي ما احنا شايفين الجلوكوز converted اتحول ل pyruvic acid، وده زي ما احنا شايفين producing ATP molecules. لو الأكسجين available ال pyruvic acid هيدخل الميتوكوندريا علشان يكمل ويكون 38 ATP molecules ويعمل الكريبس سايكل بعدين الالكترون ترانسبورت. ده لو الأكسجين available فأنا هفترض إن X هي الأكسجين. أوكي طيب لما هيدخل البارافيك أسيد الميتوكوندريا هيعمل كريبس سايكل كريبس سايكل، وطبعا في البداية قبل ما يدخل كريبس سايكل بارافيك أسيد producing carbon dioxide يعني اللي هي هفترض انها الكربون دايوكسيد، ونواتج الكريبس سايكل طبعا الناد والفاد الكوينزايم اللي كارينج الهيدروجين، الهيدروجين ده طبعا اللي كارينج هاي انرجي الكترونز اوكي زي ما احنا شايفين اهو، يبقى الناد والفاد طالع من الكريبس سايكل علشان يدخل في بروسيس 1 وهي الالكترون ترانسبورت. البروسيس دي هي الالكترون ترانسبورت اللي بيحصل فيها اكستراكت للانرجي اللي موجوده على الالكترونز دي علشان تتخزن او stored in ATP molecules، يعني why ATP molecules. وبعد ما ناخد كل الانرجي من الالكترونز اللي موجوده على الناد والفاد او الهيدروجين اللي carried by ناد and فاد، اخر ريسبتور ليه هيكون الاكسجين وهتتكون الووتر، يعني Z هي الووتر، يعني ده choice D هختار الكربون دايوكسيد Z water Y ATP X oxygen molecule. بيسألني هنا في process number 1 process number 1 زي ما اتفقنا سميناها electron transport اللي بيدخل عندها الناد H والفاد H2 علشان نستخلص الانرجي اللي موجودة هنا على الهيدروجين، الهيدروجين carrying high energy electrons، هناخد الانرجي دي ونحطها او stored في ATP طبعا، وبيحصل في البروسيس دي splitting او انفصال للهيدروجين علشان طبعا الهيدروجين بعد كده combines مع الاكسجين ويتكون الووتر، بمعنى بيحصل بالنسبة للناد H والفاد H2 decreasing number of hydrogen، عدد الهيدروجين بيقل وده اسمه oxidation، يعني هنا بيحصل oxidation للإنزيم. في الإكواجين دي زي ما باين قدامنا glucose plus oxygen producing water and carbon dioxide. وبيسألني الكربون دايوكسيد is released بيخرج امتى في أي مرحلة من مراحل cellular respiration. During glycolysis لا الglycolysis ما كانش بيخرج كربون دايوكسيد خالص. During Krebs cycle هو في Krebs cycle كان فيه كربون دايوكسيد بس ما كانش فيه أكسجين بيدخل، كانت ال Krebs cycle takes place without oxygen، بتحصل في غياب الأكسجين لأن oxidation هنا by losing electrons زي ما تعلمنا، يعني مش during Krebs cycle في كربون دايوكسيد بس ما كانش فيه أكسجين بيدخل، فالإكواجين دي ما تنطبقش على ال Krebs cycle. طب during electron transport ما بيخرجش الكربون دايوكسيد during electron transport، لا الإكواجين دي بتنطبق على البارت ده وهي after glycolysis بتحصل بعد الglycolysis and before entering and during Krebs cycle
قبل ما بعد الجلايكوليسيس وقبل الجلوكوز ما يدخل الكريبس سايكل. يعني الايكويشن بالظبط بتنطبق على البارت ده. The coenzyme that receives hydrogen in its cytosol and mitochondria. هو طبعا بيقول الكوينزايم اللي receives الهيدروجين, فمش هفكر في الكوينزايم A. كوينزايم A زي ما انت شايف ده combines, بيتحد مع الاسيتايل جروب, بعدين release off بيخرج وبيدخل الاسيتايل جروب كريبس سايكل. هي دي الفانكشن بتاعته, مش receive هيدروجين ولا حاجة. ومش هتفكر في السيتوكرومز, لان السيتوكرومز دي موجودة, دي electron carriers, مش بتستقبل الهيدروجين, دي بتخرج او بتستقبل الالكترونز لما بتنزل من مستوى طاقة عالي لمستوى طاقة اقل, releasing energy, والenergy دي stored في الATP, يعني مش بتستقبل هيدروجين ولا حاجة. طيب فانت هتفكر في الناد هي اللي receive hydrogen او الفات, هتفكر في الناد او الفات. بس بيقول in each of cytosol and mitochondria. cytosol يعني يقصد يقول لي الجلايكوليسيس لأنها هي اللي بتحصل في السيتوسول. والميتوكوندريا يقصد طبعا الكريبس سايكل, لأن في الكريبس سايكل هي اللي بتحصل في الميتوكوندريا وبيحصل هنا releasing hydrogen, والهيدروجين دي بيستقبلها الناد والفات. لو رحنا في الجلايكوليسيس هتشوف الناد زي ما انت شايف receive الهيدروجين واستقبل الهيدروجين وتحول لناد H, وفي الكريبس سايكل كمان بتشوف الناد بوزيتيف يستقبل الهيدروجين ويتحول لناد H. يعني الناد هو المشترك بين الاثنين اللي شفناه في السيتوسول وشفناه في الميتوكون. The number of electrons that are transferred by one NAD H molecule to cytochrome is, بيسألني الكوينزايم NAD H المفروض بيكون carrying قد ايه electrons. انا هختار 2 electrons, وده لان الناد بوزيتيف زي ما احنا شايفين كومبايند مع هيدروجين مولكيولز, يعني 2 هيدروجين اتوم, وكل هيدروجين اتوم بتبقى كارينج 1 الكترونز, ريزلتنج ناد اتش اللي بيكون كارينج 2 الكترونز, وبيخرج هيدروجين اتوم مش عليها الكترونز خالص زي ما احنا شايفين with positive charge, يعني الناد اتش ده كارينج 2 الكترونز. نفس الفكرة كمان فات H2 carrying 2 electrons. طيب ليه هنا بنقول ناد H واحدة وهنا ليه فات H2؟ لأن الناد أصلا كان The number of ATP molecules that formed in the electron transport chain and resulted from oxidation of one glucose molecules is ال ATP اللي resulted من electron transport chain. يبقى أنا هنا هدور على الـ ATP اللي بتطلع من الناد والفاد, لأن الناد والفاد هي اللي بتدخل الـ electron transport علشان نستخلص منها الـ energy اللي موجودة على الـ electrons ونحولها للـ ATP. لكن مش هاخد الـ ATP ده مثلا, لأن الـ ATP ده خلاص جاهز مش محتاج يدخل الـ electron transport. طيب يعني هنا نركز مع بعض, هندور على الناد H والفات ونعرف قد ايه ATP بيخرج منهم. مثلا في الجلايكوليسيس عندنا 2 ناد H. طيب وهنا في البارت ده في الجزء ده من بيرافيك اسيد لاسيتايل جروب عندنا كمان 2 ناد H, وهنا 1 2 3 عندنا 3 ناد H. بس انا هعمل تايمز 2 لان زي ما اتفقنا كريبس سايكل بتتكرر مرتين, لان بيبقى عندنا هنا 2 اسيتايل جروب, هعمل 6 يعني عندنا 10 ناد H. طيب كام فاد H؟ انا هنا في كريبس سايكل بشوف 1 فاد H2, بس انا هعمل times 2 لان زي ما اتفقنا كريبس سايكل بتتكرر مرتين, يعني 2 فاد H هنا المفروض 2. اوكي 2 فاد H. طيب تعالوا نعمل حسبه كمان صغير, واتعلمت طبعا ان ناد H producing 3 ATP وفاد H2 producing 2 ATP, واحنا طلعنا 10 ناد H وطلعنا 2
fed each to. يعني هنا المفروض 30 ATP produced من الناد H و 4 ATP produced من الفاد H2 يعني resulting 34 ATP produced بس من الناد والفاد لما بيدخلوا الالكترون ترانسبورت. During aerobic cellular respiration process, plant produces energy in mitochondria only, mitochondria and cytosol, cytosol only, no correct answer. Cytosol هنا يقصد الجلايكولوسيس, مرحلة الجلايكولوسيس. طبعا في السيتوسول, منطقة السيتوسول بتحصل الجلايكولوسيس وزي ما احنا شايفين بيحصل producing للانرجي. في ATP بتتكون وناد H شايل electrons أو high energy electrons. وفي الميتوكوندريا بيحصل الكريبس سايكل اللي زي ما انت شايف بيطلع لنا electrons carrying high energy. وكمان في الميتوكوندريا او الانر ميمبرين الميتوكوندريا بيحصل electron transport اللي بتتحول الانرجي اللي على الالكترونز لATP, يعني بيحصل production للانرجي في الميتوكوندريا and cytosol. The electron transport chain is described by being بنوصفها بأنها carrier molecules that change by changing the enzymes, the oxidative phosphorylation cycle, a sequence of oxidation and reduction reactions, an exothermic reaction. أنا هستبعد choice D و choice A وحختار P or C. تعالوا نفهم اللي بيحصل في الالكترون ترانسبورت شين. زي ما احنا شايفين الكو انزيم لوس بيفقد الهيدروجين مولكيول, يعني بيحصل decreasing of hydrogen atoms, وده اللي بيحصل مع الكو انزيم وده اسمه oxidation. اللي حصل مع الكو انزيم هنا اسمه oxidation لانه نص hydrogen atoms, فقد hydrogen atoms. الهيدروجين atoms هنا او الهيدروجين مولكيول divided بيتقسم into two protons and two electrons. الالكترونز بتتحرك على الانر ميمبرين اوف ميتوكوندريا زي ما احنا شايفين من مستوى طاقه لمستوى طاقه اقل, وفي كل مره بيحصل لوزنج للانرجي اللي ستورد في الاي تي بي مولكيولز. واخر مستقبل للالكترونز بيكون الاكسجين اللي بيتحد زي ما احنا شايفين مع الالكترونز اللي خلاص اخدنا منه كل الانرجي وكوننا الاي تي بي مولكيولز والهيدروجين اتومز وتكوين الووتر. تكوين الووتر هنا اسمه ريدكشن, ان زي ما احنا شايفين حصل انكريزنج للهيدروجين اتومز وجيننج للالكترونز, فاللي بيحصل هنا اسمه ريدكشن. يعني هقول انها سيكونس اوف اوكسيديشن اند ريدكشن رياكشنز, تتابع من الأكسدة والاختزال. طيب ممكن أقول oxidative phosphorylation اللي بيحصل فعلا أكسدة, phosphorylation بسبب تكوين الـ ATP molecules, بس مش هاخد التشايز ده لأنه مش oxidative phosphorylation cycle, هو oxidative phosphorylation sequence تتابع, فمش هاخد choice B, هختار C. In which of the following stages is the largest amount of ATP molecule released directly بشكل مباشر؟ glycolysis, Krebs cycle, electron transport or Krebs cycle. هختار طبعا ال glycolysis لان في ال glycolysis بيتكون او production 2 ATP molecules. هنا مكتوب 4 بس احنا فقدنا 2 في الاول, يعني production of glycolysis بيكون 2 ATP molecules formed directly. في الكريبس سايكل واحد بس 1. In the absence of ATP molecules, the what will not occur. لو الـ ATP molecules مش موجودة ايه اللي مش هيحصل؟ اللي مش هيحصل الجلايكولوسيس. ليه؟ لان في بداية الجلايكولوسيس ودي اول ستيب او اول مرحلة من السيلولار ريسبيريشن استهلكنا ATP molecule علشان نكون جلوكوز 6 فوسفيت, واخدنا كمان another one ATP molecule تاني عشان نكون أو to form fructose one. The number of ATP molecules that resulted from the oxidation of one glucose molecule in a bacterial cell anaerobically
طبعا في anaerobic respiration زي ما احنا شايفين اللي بنسميه acidic fermentation اللي بيحصل في البكتيريال سيل او المسكلر سيل. بيحصل oxidation 1 glucose molecule producing بيدينا 2 pyruvic acid plus 2 ATP molecule بس. The energy resulted from anaerobic respiration in the muscle less than energy resulted from aerobic respiration. يعني في الـ aerobic respiration طلعنا 38 ATP، في الـ anaerobic طلعنا 2 ATP، يعني في الـ anaerobic أقل من الـ aerobic respiration، والسبب أنا هختار due to remaining of energy stored in the pyruvic acid. اتعلمنا أن الجلوكوز بيحصل له oxidation into 2 pyruvic acid من خلال الـ steps دي through glycolysis process. في حالة ان الاكسجين يبقى available متوفر بيدخل بقى pyruvic acid Krebs cycle و electron transport و extract energy stored in it ونستخلص كل الانرجي اللي موجودة جواه ونكون ATP molecules كتير ونكمل بقى الـ 38 ATP molecules. ده في حالة ان الاكسجين يبقى available موجود، لكن in the case of absence of oxygen في حالة ان الاكسجين لو مش موجود pyruvic acid بيحصل له reduction into lactic acid وده producing بينتج عنه 2 ATP molecules، يعني بمعنى ان الانرجي still stored in pyruvic acid بتفضل متخزنة في pyruvic acid ما بتخرجش وما بتكونش غير 2 ATP molecules بس، وده اللي بيحصل في الانرجي. The ratio of energy released from aerobic respiration to anaerobic respiration is احنا بيطلع لنا في الأيروبيك ريسبريشن 38 وفي الأنيروبيك ريسبريشن 2 يعني ريشيو هختار 19 to 1. In the case of absence or lack of oxygen لو الأكسجين مش موجود NADH compound that resulted from the glycolysis donates its electrons to. يعني لو الأكسجين مش موجود فإحنا كده هنمشي في الاتجاه ده، يعني الأنيروبيك ريسبريشن. لو الأكسجين أو in the case of absence of oxygen هيحصل reduction للبيروفيك أسيد into lactic acid مثلا في الماسكولير سيل أو البكتيريال سيل، أو reduction into ethyl alcohol لو كان مثلا في اليست فانكس. المهم هيحصل reduction بيروفيك أسيد. طيب reduction يعني المفروض البيروفيك أسيد ياخد electrons gaining electrons أو increasing number of hydrogen. هياخدها منين؟ هياخدها من NADH اللي produced من الglycolysis process. يعني NADH compound اللي resulted من الglycolysis هيدي الالكترونز بتاعته للبيروفيك أسيد في حالة الانيروبيك respiration، وبالتالي البيروفيك أسيد هيحصل له reduction للاكتيك. Total number of NADH compounds that resulted from one glucose molecule in the anaerobic respiration. في حالة الانيروبيك respiration يا ترى كم NADH بيتكون؟ هختار طبعا 0، لأن NADH دول اللي اتكونوا في الجلايكوليسيس أخذنا منهم الهيدروجين علشان نعمل reduction pyruvic acid into lactic acid or ethyl alcohol. ده في حالة anaerobic respiration يعني مفيش NADH. In each of alcoholic fermentation and acidic fermentation طبعا دول ال two types بتوع anaerobic respiration two molecules of ATP are released. في anaerobic بيطلع لنا 2 ATP. Therefore, it is predicted that the number of calories that resulted from the breaking down of released ATP molecules. يعني عايز يقول لك مين ATP storing energy أكتر، اللي بيطلع من الـ alcoholic fermentation ولا اللي بيطلع من الـ acidic fermentation. تعالوا نشوف
عموما انا هختار choice A، هقول from alcoholic fermentation is greater than that from acidic fermentation، وده علشان عايزاك تبص على البرودكت of alcoholic fermentation، نواتج الالكوهوليك fermentation and the product of acidic fermentation. هتلاحظ هنا more number of carbon atoms are produced، عدد اكبر من الكربون اتومز ناتج عندك، يعني معناها عملت breaking down more number of bonds، عملت تكسير اكبر للروابط، البوندز اللي طبعا بتكون storing energy، المخزنة طاقة، يعني الانرجي اللي released في حالة الالكوهوليك fermentation بتكون more than that energy released في حالة الacidic fermentation، يعني ال ATP اللي produced from alcoholic بيكون storing more energy than that ATP produced في حالة الacidic fermentation. ال ATP ده بيكون مخزن طاقة أكتر من ال ATP ده، لأنك هنا كسرت bonds أكتر فطلعت energy أكتر، والدليل إن عندك more أو عدد أكبر من الكربون atoms في البرودكت. وال ATP الواحد بيكون مخزن من 7 ل 12 calorie per mole.